تسييس بعض المسلسلات العراقية. نشوف بعض المسلسلات خصوصا أن تنتجها يعني جهات معينة بها في السياسة معينة، لو انتقاد لأنظمة معينة، لو تمجيد بأنظمة معينة. شنو رأيك في نوع من المسلسلات؟ ضد. طيب، الارتباط أو الزواج من الوسط الفني، تجارب ناجحة به، تجارب فاشلة، حسب خبرتك شنو تشوف؟ ما تحب تعلق؟ هو تحب تعلق؟ يعني أتمنى لأنه مثلاً هو زواج شلون نقول مثلاً عاطفة وتفاهم. تفاهم زين، فإذا كان تفاهم يعيشون. وأكو هسه أزواج يعني متزوجين فنانات وهاي وكذا وعايشين حياة سعيدة. صحيح، لأنه يفهمون شغل بعض. الأستاذ جلال كامل طبعا مع كل الحب والاحترام، هواية ست فاطمة ربيعي والأستاذ محمد شكري. نعم. طيب، العنوان الثالث، الفنانة نادية العراقية الراحلة اشتغلت وياها هواية حضرتك، ظلمت ببلدها، ظلمت فنيا. يعني موافق او ترفض؟ غاضب يعني ما حصلت على الشيء اللي تريده. واحنا كنا هيك يعني اذا مظلومين احنا زين في بلدنا، الفنانين ما عندنا اي حقوق، ما موجوده. لا يقول لك يعني هاي المؤسسات وكذا، ما اعرف ايش، وين حقوقنا؟ ماكو. يعني انا لو متقاعد ما اعيش. اكو فنانين ما عندهم تقاعد، اكو اضطروا يشتغلون اعمال يعني، ولذلك توفت بالخارج وهي محرومه من كل شيء. صح. طيب، ظهرت انتشار التكاتك والستوتات، ظاهره شويه سلبيه ضد. شلون شفت من جهه البغداد موضوع التكاتك؟ مؤلمه، مؤلمه، والمطارات هم مؤلمه. يعني اكو بالخارج مثلا هاي المطارات كلها جايز، التكاتك جايز، المعروف ايش جايز، بس ماكو بهالكثره هذه اللي بكل مكان يعني. زين، يعني تعرقل السير، شو اسمه، ازدحامات كذا، ما موجود في اي بلد هيك شيء. المفروض انه توضع دراسه لهذه التكاتك والمطارات. طيب، العنوان ما قبل الاخير، اذاعه بغداد حاليا، الاذاعه اللي انت اشتغلت بها كثير، شلون تقيم عملها الحالي؟ أريد بدون كلام. أنا هسه مو قريب، إحنا مثلنا يعني قبل فترة. أريد رد فعل أول شيء عليها حاليا. أقيم عملها الحالي؟ سعيد بي لو ما أعرف والله. يعني أقول هذا الشيء. ليش بسرعة؟ ليش؟ لأنه إحنا خارج الأعمال الدرامية الإذاعية واللي إحنا كنا مؤسسين همشة الرواد. نعم. رغم أكو رواد، يعني أعتقد عزيز كريم بكل أعمالهم موجود، أكو بس أكو بعض الرواد مهمشين. يعني أنا ما شو اسمه، فلذلك هسه لحد الآن أكو برنامج أنا مثلت به، يعني برنامج مسموع كلش اسمه ليالي الصالحية. أيام الصالحية. أيام الصالحية زين، بس باقي البرامج هذا ما أعرف بيها، إحنا بعيدين عنها. طيب، آخر عنوان، لقاح كورونا، أتصور مع أخذت اللقاح ثلاثة أربعة أخذتهم. إيه. أوكي، أكو ناس تقول إن هو تجارة ومو حقيقي ويعني. لا، بس إذا كان يعني مفحوص ومعروف ومدروس، لأن مو كل دواء دواء.